لان دلوقتي دول 44 فدان دول مقننين بالكامل، واقفين على دفع 15%. دي حدود الارض الجزورين اهي، الارض كلها متساوية فيها. دي اوضة صغيرة، واللي في الوش ده البير، وهنقول في شبكة تقريبا لحوالي 40 فدان في الارض، يعني الشبكة معمولة لحوالي 40 فدان. والبير بتاعنا اهو، الارض بتاعتنا، وفي وضعهم 40 فدان كمان. حاجة بسم الله ما شاء الله يعني. وده البير،